دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى محافظة القليوبية، هنشوف هناك أحدث أصناف الفول البلدي المصري اسمه المارد، واللي نجح في تربية هذا الصنف هو أستاذنا وعالمنا الجليل الدكتور سيد عبد السلام، أستاذ تربية النبات المتفرغ في مركز بحوث الصحراء. هو مارد بالفعل، يكفي أن هذا الصنف طوله بيصل إلى 2 متر وإنتاجيته 15 أردب على الأقل في الفدان الواحد، واحتياجاته المائية ضعيفة جدا. خليكم معانا عشان نتعرف على أحدث أصناف الفول البلدي المصري. المارد واحد من أفضل أصناف الفول البلدي في مصر حالياً، نبات قوي وإنتاجه غزير وعنده قدرة فائقة على تحمل الظروف المناخية ومقاومة نبات الهلوك المدمر لزراعات الفول البلدي. المارد يعتبر بجد إنجاز علمي جديد للدكتور سيد عبد السلام، أستاذ تربية النبات المتفرغ بمركز بحوث الصحراء، واللي نجح في تربية الصنف والحفاظ عليه وتسجيله كصنف عملاق بيحقق 15 أردب على الأقل في الفدان الواحد، لأنه باختصار شديد جداً مؤمن إيمان كامل إن مصر ما ينفعش تستورد حوالي 65% من الفول البلدي اللي بنستهلكه محلياً، وأصر على تربية أصناف عندها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر بنسبة 100%. وخلي بال حضراتكم، هو صاحب أصناف الفول البلدي مريوط 2 ومريوط 3 اللي غيرت شكل زراعة الفول البلدي في مصر. وبالمناسبة صنف الفول البلدي المارد مذهل فعلا، لأن احتياجاته المائية ضعيفة جدا وبيخص بالتربة بصورة مذهلة، بخلاف أن طول النبات الواحد بيعدي 2 متر وعدد تفريعاته بجد ما تعدش، بتوصل ل 33 و34 تفريعة وكلها متروسة بقرون الفول، لأن نسبة العقد بتوصل ل 60%، لدرجة أن الزهرة الواحدة بتطلع 3 و4 قرون. ومن هنا سجلته فورا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كأحدث أصناف الفول البلدي المصري. تعالوا نقابل الدكتور سيد عبد السلام، أستاذ تربية النبات المتفرغ بمركز بحوث الصحراء، عشان نتعرف على أحدث أصناف الفول البلدي المصري المارد الرهيب فعلا. دكتور سيد، عايز أفكرك بحاجة. في 2014 كان أول لقاء بيننا، وحضرتك كنت معاك شجرة فول بلدي كانت من صنف مريوط 2، أنا بحاول أتذكر. وساعتها أنا وقفت قلت لك يا دكتور إيه اللي في إيدك ده؟ ده أنا في حياتي ما شفت عدد قرون ولا تفريع بالشكل ده. قلت لي ولسه وهنكمل، وعندنا أساس تربية نبات محترمين في مصر ولازم تفهموا كده. النهاردة احنا بنتكلم على المارد. ايه حكاية المارد ده بقى؟ وهو فعلا مارد طبقا لتوصيات فخامة الرئيس ومعالي وزير الزراعة. احنا كباحثين في مجال تربية النبات مهمتنا الأساسية ان احنا نبني نباتات جديدة ونطور الانتاجية على مستوى الجمهورية، خاصة كمان ان احنا رئاسة الجمهورية في توسع في الأراضي الزراعية، فدايما اي واحد بيزرع أراضي جديدة او يستفتح أراضي جديدة اول محصول يفيد الأرض ديت هو الفول. ليه؟ لان عندنا مشاكل في الأسمدة. المحصول الفول اللي انا بعتبره زيرو نيتروجين ما بيحتاجش أسمدة أزوتية كتيرة. ليه؟ لأنه بيتنمو على جذوره عقد بكتيرية تكافلية بتمد النبات بالنيتروجين اللي هو محتاجه، وفي نفس الوقت بتزود لي خصوبة التربة للزرعة اللي بعديها، بتسيب لي تقريبا من 20-30 وحدة أزوت، معناها إن شكارتين نطرات تقريبا بيسيبها لي للزرعة اللي بعديها. حاجة تانية، المحصول الفول من المحاصيل الأساسية اللي هي مقاوم الجفاف، احتياجاته المائية قليلة جدا. يعني يمكن مريوط 2 لما تقيم في منطقة النبارية على المطر كان 135 ملي، يعني 1350 متر مكعب مية بيحتاجهم الفدان. صحيح. لما نيجي نقارن بأي محصول تاني هنلاقي بيخش في 3000 و4000 و5000. ده صحيح. يبقى أنا بعالج مشكلتين، مشكلة خصوبة الأرض ومشكلة المية، دي حاجة. الحاجة التانية إن أنا بوفر الفول من المحاصيل الاقتصادية
اللي هي بتدر عائد كويس بالنسبه للمزارع. ان شاء الله باذن الله احنا مجهوداتنا ان احنا نزود انتاجيه الفول عن طريق تربيه اصناف جديده، ومن ضمنهم المارد. زي ما احنا شايفين صنف المارد من الاصناف المسجله حديثا وتم تسجيلها بعد التقييمات على مستوى الجمهوريه في مناطق معينه. لجنه تسجيل اصناف الحصاد الزراعي هي اللي سجلت الطلب، هي اللي مسؤوله عن تسجيل اصناف. بسمع كده وانا قاعد وهم بيعدوا التفريعات 33 31 28، ايه التفريعات دي، ايه الغزاره دي، ايه الطول ده، الكلام ده ازاي؟ ما احنا متعودين الفول قد كده، ازاي بقى قد كده؟ اولا الصنف طويل زي ما احنا شايفين، عدد الفروع بيبتدي من 13 فرع يمكن يوصل 30 و35 فرع. وبعدين المنظر اللي احنا شايفينه، احنا لسه قدامنا تقريبا شهر ونص عبال ما نحصد، لان هو خلاص وقف تزهير دلوقتي، ففي قرون لسه لم تكتمل. فبعد شهر كل القرون الصغيره دي هتكبر، وهيبقى في، مش عاوز اقول لك، النبات هيشيل اكتر من 300 قرن. طب والحبايه كمان كبيره، والحبايه لسه بتملى، ده حجمه كبير عن مربيط اتنين. بالاضافه ان احنا على فكره زارعين حوالي 7 8 مواقع، منهم مواقع، موقع في السملاوين في المنصوره، وموقع في المنزله، ومنهم مواقع عندي هنا في منطقه الخنكه في جبل الاصفر، وفي مواقع في العميد وفي العلمين وفي وادي النطرون. كله حقق نفس النجاح ان شاء الله باذن الله. انا بزور بنفسي. هل في فروق ما بين مريوط واثنين وثلاثه ومارد في الزراعه، او في المواسم، او في الاماكن بتاعت الزراعه؟ لا، مكان معاد الزراعه ده معاد ثابت، ما فيش فيه مشكله. من اماكن الزراعه من اخر اسبوع في 10 لحد نص 11 ده انسب معيد، واول 11 ده بيعتبر انسب معيد طبقا للمنطقه. برضو كل منطقه لها صفات. غيرت المناخيه ما زحزحتش شويه؟ والله السنه دي زي ما انت شايف كده، اليومين اللي جم هوا دولا احنا كنا نعرف نمشي في الفول ده، مش هنبان منه. يمكن في اشجار انت شايفها حضرتك اهي، الرقاد ده من كثافه القرون اللي فيها دكتور، من كثافه القرون. ده بالعكس ده خير للمزارع، ده بيحب الكلام ده. بس هو الرياح اللي جت دي لخبطت الجو شويه. هل في مواصفات خاصه في زراعته؟ لا يعني. طب اشرح لنا يا دكتور مسافات قد ايه؟ المسافات على الزراعه على من 25 ل 30 سم. من 25 ولو زاد بيزود عدد الفروع كمان. والجوره فيها كم حبايه بقى؟ نحط كم حبايه في الجوره؟ في التعاقدات اللي احنا عاملينها، مش عاوز اقول لك، الفدان بيزرع من 15 ل 20 كيلو. من 15؟ الناس الثانيه بتزرع من 30 ل 50 كيلو، وده طبعا مش في تكلفه الانتاجيه في التقاوي غاليه. خلي بال حضراتكم، بذره الفول البلدي المارد في بداية الزراعة بتكون عقد جذرية بيضة بتبقى على الجذور، وده بيوفر 30% من السماد الأزوتي اللي بيحتاجه النبات طول الموسم، والنتائج بتظهر بعد 20 ولا 21 يوم من الزراعة على هيئة عقد بكتيرية جذرية متعددة، وده بيزود في النمو الخضري والثمري في نبات الفول المارد، وبيحقق إنتاج مبهر للمحصول اللي هيتزرع بعد الفول، لأنه فعلاً بيزود من خصوبة التربة. دكتور احنا النهاردة زرعين في مصر حوالي 200 ألف فدان بالفول البلدي. معنى كده أن مارد ده اللي هو وزارة الزراعة قالت عليه بيحقق كام في التسجيل بتاعه؟ حوالي 15 أردب. المتوسط العام في مصر 10 10 ونص، 10 و2 من 10، يعني احنا زايدين 4 أردب. طبعا لو 4 أردب في 200 ألف، يعني 800 ألف أردب. يعني احنا عندنا كل النقص 32% من العجز يحقق في تحليل الاكتفاء الذاتي. بس المهم ان احنا نقدر ننتجه على نطاق تجاري. يعني عندنا مشكله تانية. مشكله تانية ان في مزارع ياخد التقاوي يزرعها اول سنه ويبيع منها لتاني سنه. المفروض ان انا كمزارع ما احجزش تقاوي من السنه اللي بعديها، تقاوي عاليه الانتاج منتقاه، لان طبعا ديت التقاوي الاساس او التقاوي المربي دي بتبقى تحت رقابه شديده جدا طبعاً. من ساعه الزراعه لحد الحصاد طبعا. ليه؟ بتيجي لجنه من الوزاره هي اللي بتفتح الشكاره وبتزرع وبتحضر الزراعه، وساعه الحصاد لازم يبقى مهندس المسؤول عن التفتيش الحقلي موجود، اول الدراس لازم موجود، وبتطلع بقى التقاوي تخش المعامل وتتفحص والكلام ده كله، والغربله كلها تبقى تحت اشراف الإدارة المركزية للفحص واعتماد التقاوي الدكتور أحمد عظام ربنا يعينه. بصراحة يعني من الناس اللي هي لها بصمة كبيرة في الإدارة. الإدارة هو جه مرة في معايا في العالمين، هو الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وشافوا مريوط اتنين طبعا، مشيوا فيه ساعة عشان يطلعوا لي نبات واحد مختلف، ما حصلش. واخد بالك؟ دي كانت التقاوي الأساس بتاعتنا. آفة الفول البلدي الرئيسية هو الهلوك. ده آفة كده متطفلة بتطلع تخنق النبات وتخليه يصفر ويموت إن ما حرقتوش، صح ولا لا؟
ده سبب ان مصر في يوم من الايام بعد ما كانت عندها اكتفاء ذاتي من الفول وقع منها زراعه الفول. النهارده احنا بنرجع تاني الناس وعندنا نسبه عجز 32%، وده شيء هايل جدا. لما نوصل ل 200 الف فدان ده شيء هايل جدا. لما عندنا اصناف زي دي احنا بنعمل طفره في الانتاج وبنعمل اكتفاء ذاتي للبلد دي. البلد دي الناس هتستحق ان شاء الله باذن الله. الهلوك اخباره ايه؟ لان ده المزارع بيخاف منه. والله شوف يعني كان تجربتي مع الاصناف بتاعتنا، انا مش عاوز اقول ان الصنف مقاوم، لكن هو المزارع اللي بيجي يقول لي النبات لو فيه عود هلوك النبات شكله ايه. ودي كان برضو في مريوط 2 كان معانا لجنه من الاداره المركزيه لانتاج التقاوي، طلعوا شافوا حقل فيه هلوك طول الفول، قالوا هم نفسهم شهاده تثبت عليهم، قالوا ان احنا اول مره نشوف فول بالشكل ده. يعني بيتحمل هلوك معاه؟ بيتحمل هلوك، لان بيدي قوه نمو غزيره، بيقدر يغذي الهلوك ويغذي نفسه ما ياثرش عليه. دور الصنف الرهيب ده اللي كله قرون. عايز اعرف حاجه، الكميات اللي ممكن تطلع النهارده في مصر اللي مزروعه بتقاوي الاساس دي تكفي مساحه قد ايه؟ حدود مثلا 5000 فدان 6000 فدان. 5000 6000 فدان بعد ما المزارعين بتاعتها تبقى جاهزه امتى؟ ده ان شاء الله في شهر 6 بعد ما نغربل التقاوي ونجهز. شهر 6 اللي جاي ده على طول ان شاء الله. خلي بال حضراتكم، ظاهره الرقاد اللي بيتعرض ليها نبات الفول بتبقى مبشرة، لأن معناها إن الحمل كبير والإنتاجية عالية. تعالوا نقابل الدكتور علاء طنطاوي الأستاذ بالشعبة الزراعية والبيولوجية في المركز القومي للبحوث، وهيكلمنا عن صنف الفول البلدي المارد. دكتور علاء، حضرتك اللي أشرفت على زراعة حقول المارد، حقول إرشادية للتجارب، صح كده؟ في البداية خالص. في البداية خالص. وحضرتك من نفس البلد اللي احنا فيها النهارده اللي فيها التجربه اللي احنا شايفين الانتاجيه عامله ازاي. دكتور، تقييمك لهذا الصنف؟ لما الدكتور سيد ابتدى خالص في البدايه في 2019 على اساس ان هو يبتدي يعمل استنباط للصنف وقرر خلاص ان هو هيسجل الصنف، فكان لازم ان في حقول بتتعمل على مستوى الجمهوريه كلها في جميع الاجواء المختلفه، وابتدينا ان احنا نزرع وناخد التقييم وخلاص خد قرار ان هو يسجل، والحمد لله رب العالمين التجارب طلعت فوق الممتازه. تجانس كبير جدا موجود على مستوى المحافظات، الميعاد ما اختلفش، ما بقاش فيه فرق كبير قوي ما بين المواعيد، بدءا من اخر 10 فعلا لحد نص 11 الجمهوريه كلها بتزرع منه، ما فيش اختلافات، ما فيش صدمات بسبب انخفاض الشديد لدرجات الحراره في الفتره الاولانيه او الصقيع او كده يعني. فدي كانت البدايه، حقول إرشادية موجودة جبنا منها داتا كويسة جدا بحيث ان احنا نبقى مطمنين واحنا داخلين ان احنا الدكتور سيد يسجل الصنف في وزارة الزراعة، عارفين الصنف بتاعنا مواصفاته ايه وشكله ايه. لما مزارع بيشوف الكلام ده ويشوف عدد قرون اللي بنتكلم في 300 قرن في النبتة الواحدة او الشجرة الواحدة، رأيه ايه؟ بيقولك ايه؟ هو المزارع من تقريبا ممكن نقول من 2014-2015 بقى المزارع الفول في مصر له مفهوم مختلف خالص عن الفول بسبب الثلاث أصناف اللي الدكتور سيد بدأ بيهم. احنا زمان في الألفينات في بداية 2000 كنا بنقول ان أقوى أصناف عندنا أصناف مستوردة من برة، والصنف ده بيديني أكثر حاجة بيديها 6 فروع وعلى كل فرع بتاع 10 ثمار أو 10 قرون، يعني بتكلم في 60 قرن. طب النهارده احنا بنتكلم، انا النهارده رغم ان انا مشرف على الحقل ده الا انا فوجئت ب 32 و33 فرع في النبات. فالمزارع متفاجئ بالصنف، متفاجئ في عدد القرون، والتفريع بنقول 32 لو حد عدى هيلاقيهم 32، عدد الثمار لو 10 ثمار على الفرع الواحد يبقى بتتكلم في 320. وبكام طن الفول النهارده؟ ب 45,000 تقريبا. 45,000 جنيه. والفدان ده بيرمي له قد ايه؟ 2 طن ونص. يعني بنتكلم في 110-120 ألف جنيه. تمام، في احلى من كده؟ مفيش بعد كده. تعالوا بقى نقابل المهندس محمد غازي مدير الدعم الفني في شركه اريج الزهور المسؤوله عن تسويق احدث اصناف الفول البلدي المارد، وكمان ارشاد المزارعين لافضل معاملاته الزراعيه. ركزوا معاه. المهندس محمد غازي، خليني اقول لك اول حاجه، وحشنا جدا. ده اولا انت واحد من الناس اللي شفنا معاهم مزارع مانجا بتضحك، فاهم يعني بتضحك؟ النهارده حضرتك مدير الدعم الفني في شركه اريج الزهور، يعني بنتكلم عن المارد. المارد ممكن تحميله على زراعات مختلفه. تمام. وليه فوائد عظيمه جدا. تمام. عايز اسمع من حضرتك. والله حضرتك المارد ممكن نقدر نحمله في السنين الاولى لاشجار الفاكهه، وبخصوص ان هو زراعه شتويه بيكون في فتره سكون بتاع اشجار الفاكهه، فممكن المزارع يستغله
في فترة السكون ديت ويزرعوا بين المسافات البينية بين السنوات الأولى لأشجار الفاكهة، هياخد أعلى استفادة من المزرعة بزيادة في الإنتاج المادي. تاني حاجة إن الفول لما بينزرع تحت الأشجار طبعاً الفول بيدي الأرض خصوبة، بيدي للأرض فوائد كتيرة جداً، بيمدها بالأزوت وبكتر. أكن الفدان في شكرتين يوريا، صح كده؟ تمام. وغير اليوريا بالذات بيمدها بالخصوبة، بيمد الخصوبة للأرض، بيفتح مسام التربة، فبالتالي بيحقق انتشار لجذور الأشجار تنتشر. ودايما الفلاحين يقول لك الزراعه اللي بعد الفول بتحقق ربحان. فما بالك لما نزرعها تحت اشجار الفاكهه، خصوصا في السنوات الاولى من السنه الاولى لحد السنه الرابعه في المسافات البينيه، بنحقق عائد كبير للمزرعه. باشمهندس حضرتك النهارده بتنزل على الحقول الارشاديه كلها، صح كده؟ بنقول ايه للناس؟ بنعلمهم ايه؟ بنفهمهم معاملات زراعيه ازاي؟ تمام. انت معاك كم فريق النهارده بيشتغلوا معاك؟ يعني انا عاوز اقول لحضرتك احنا معانا في كل محافظه فريق، يعني ربنا يبارك في الدكتور سيد، يعني أستاذنا وهو صاحب الصنف وربنا يبارك فيه، قدر هو بيتحرك بنفسه والله. زي ما قدر رب الصنف قدر رب في كل محافظة فريق. وطبعا برامج استرشادية، مواعيد الزراعة، كمية التقاول لكل فدان، برنامج تسميدي بالنسبة للفطريات للحشرات، بالنسبة للتسميد للفول. وعاوز أقول لحضرتك يا أستاذ محمد، إحنا إذا ما تبعناش برنامج تسميدي صحيح مش هنحقق النتيجة المرغوب منها. يعني نصيحتك ايه لكل مزارع بيزرع فول بلد النهاردة واحنا محتاجينه؟ اقول له اتبع الارشاد الزراعي، اتبع المهندس الزراعي، اتبع البرنامج الزراعي عشان تطلع الفول اللي طعمها احلى فول في الدنيا كلها. الفول اول حاجة، بس ثانية واحدة جماعة، احنا الفول بتاعنا ليه طعم مختلف تماما عن اي فول موجود في العالم، وسعرنا مختلف عن اي سعر فول في العالم. يعني لو مثلا الفول اللي بيجي لنا من اي دوله، انجلترا، البرازيل، 6 7 جنيه كيلو، احنا 15 و16 و17 جنيه كمان. تمام. لان احنا طعمنا مختلف. تمام. الفوله بتاعتنا مسكره مش زي بتاعتهم اللي هي ما لهاش طعم اساسا. وست البيت بترغب الفوله البلدي لان بتحقق الكواليتي والطعم، مش محتاجه نار، مش محتاجه وما بياخدش سوا كتير في الطهي، فبالتالي هي بترغب في شراء الفول البلدي، وخصوصا لما يكون المارد يبقى شيء عظيم. يعني المارد الجبار، المارد الجبار. وخلي بالك حضرتك الاسم، اسم المارد راجع لقوة الصنف، راجع لقوة التفرعات، راجع لقوة تعايشه مع الهلوك. المارد اسم على مسمى. تعالوا بقى نسمع شهادة المزارعين محمود الديب ورامي شرمة، وهنعرف ملاحظاتهم على زراعة الفول البلدي المارد. المزارع محمود الديب، حضرتك بتزرع فدان ونص في المنايل الخنكة الأليوبية، صح كده؟ إن شاء الله. فدان ونص السنة دي أنت زرعهم بالفول ان شاء الله. انت بتعمل دوره، صح كده؟ ان شاء الله. رايك ايه في المارد ده الجبار ده؟ المارد بصراحه ربنا الدكتور سيد الله يبارك له، مع الارشاد بتاعه والمشي بالمواصفات زي ما هو بيقول بالظبط، رش كل اسبوع، كل 4 ايام، زراعه، خدمه، كل حاجه عن طريقه هو. كان يجي يبص عليه كل 10 ايام، كل 15 يوم كده. يعني فرحتك ايه بقى بالزرعة بتاعتك دي؟ حاجة يعني تشرف يعني الأليوبية كلها. وانتوا شاطرين بتوع الأليوبية، دايما عندكم احسن مزارع في القمح، احسن مزارع مش عارف ايه، احسن مزارع في الفول. تعبنا والله عشان خاطر نطلع الشكل الحلو ده. يعني عشان ربنا هيكرمك ان شاء الله. ازاي احنا بنتكلم في فدان يعمل لك 120,000 زي الفل. يعني مسهل حاجة، ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك يا باشا. رامي انت بتزرع فدان، صح كده؟ تمام السند ان شاء الله. عاجبني فيك ان انت مزارع يعني النشاط ده واخدينه من الدكتور سيد، صح كده؟ تمام. كيلي فدان ده بتعمل فيه ايه؟ هو ان شاء الله احنا اول مره نزرع الفول، بسمع عنه كتير، بس ان شاء الله اول يعني قلت اجربه، فكانش عندي خلفيه بالفول خالص، فنزلت بيه بيت بسم الله زرع الفدان ب 20 كيلو، نسبه التفريع عاليه جدا، وزي ما انت شايف حضرتك ان كان عند اخ ليا مزارع او عندي في القريه 16 عود لحد وانت طول لحد 33 عود في معظم من حبايه واحده. فاحنا متفائلين ان نسبه الانتاج ان شاء الله عاليه، يعني احنا بنسمع ان من الدكتور طبعا ان هو بيتكلم في رينج محصول الاجمالي بتاع الفدان 15 دب و16 دب. احنا بامر الله من احنا من المتابعات والارشادات اللي ماشيين معاه متوقعين ان احنا ان شاء الله نكسر الحاجز ال 20 دب و21 دب بالخدمة. وهو والله العظيم فعلا يعني شهادك تحقق، ما نزلناش اي نيتروجين ليه، هي مفيش الا مره واحده عشان برضك يبقى صادقين قدام ربنا،
شكارة كيماوي واحدة فقط لغير على قضية اللي هو بينزل مع مية الزراعة وما فيش إلا إرشادات رش فطري حشري حاجة كلها طبيعية لأي زرع وغير مكلفة وغير مكلفة والله يعني عشان أنت الفدان ده ناوي توسعه؟ إن شاء الله بأمر الله نازلين إن شاء الله بخمس فدان إن شاء الله أنا كرامي نازل بخمس فدان السنة الجاية إن شاء الله إن شاء الله وكنت بزرع هنا برضو في المنايل في لا قرية سندوة وكنت بزرع أصناف تانية في زرع تانية بس قلت لا أتجه للفول لأن أنا نفسي متفائل بيه. محتاجين نتوسع في زراعة الفول البلدي، أصل لازم نحقق الاكتفاء الذاتي، مش مصر اللي تستورد الفول، والحكاية كلها 350 ألف فدان بالكتير تتزرع بالفول البلدي بالطول أو بالعرض، ووقتها مش هنستورد أردب فول واحد من أي دولة في العالم. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يشهد تشغيل أحدث خطوط إنتاج خراطيم الري بجودة عالمية في مصنع شيرا إليزي، والذي أسسه المهندس هاني وديع رئيس شركة شيرا بالشراكة مع مجموعة إليزي كبرى شركات العالم المتخصصة في تصميم وإنتاج مستلزمات الري، والتي قدمت لمصر الخبراء وتكنولوجيا التصنيع وفقاً للمعايير الأوروبية وبضمان 10 سنوات.